له 3 ساعات خلصنا اللي انت زيرو 3 ساعات وخلصنا الامتحانات. قال الحمد لله اليوم انا خلصت امتحانات كامل. اليوم تاريخ 6/6/2024 انا خلصت مسيرة 12 سنة ولله الحمد. صحني ما درست 12 سنة بس انا يعني خلصتها ولله الحمد. يعني خلصتها بكل حب ومودة وتقبل ومذاكرة. مين كذاب صح؟ المهم أحب كل شيء بس بقول نسيت يا عيال والله نسيت. أول شيء خويا اللي تعرفت عليهم من قبل I love you so much. خلصنا خلصت معني ممكن معي نشوف بعض الحمد لله. لا أمزح استغفر الله العظيم. برهوم علاوي أبو الهداية أبو كوك الحلو هذول خلصنا كنت أعرفهم من قبل. وتحية خاصة very so much سريعة أبو الهداية وبزيك عمام الكل شواق ما تستاهل انت لانك كلب. الربع اللي تعرفت عليهم اخويا اللي بالفصل اخويا اللي بالمدرسة اخويا اللي تعرفت عليهم بالمتوسط الابتدائية I love you so much. يعني ان شاء الله تخرج مباركا واحباب شقيا ان شاء الله نشوف بعض باعلى المناصب ان شاء الله يا رب. فالمقطع هذا مصور ب 6/6/2024 تاريخ تخرجي بس بينزل لكم يوم الاحد ان شاء الله بعد ما تطلع الشهادة. اذا طلعت كويسة بحط لكم اياها هنا واذا ما طلعت بسحب عليها. ايه يا دقيقة انا الحلب الحين جاكم المونتاج. النتيجة ما طلعت كامل بس الحمد لله طلع النسبة او كذا يعني ولله الحمد كانت 98 باقي ما طلعت. اوكي لا تنسوا لايك وكمل المقطع. لا تنسوا لايك واشتراك وسبتي وجيت تحصل دغوص طبعا انا كامل تابعوني اسناب بات صلى الله النبي سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم. وليتس جو نبدأ المقطع. ايش فكرة اليوم المقطع؟ بندخل على الاختبارات ومشاكل يعني بحكم انه خلصنا فبنشوفه. Let's go نبدأ المقطع. وأي واحد من الطلاب يعرف قناتي خلاص في ذاك الحين إيش تبي تسوي سوي. المهم أن تخرجت 0-3 ساعات خلصت الامتحانات. يا أخوان طلعت من الاختبار الحمد لله وأنا طالع ضمنت الدرجة كاملة إن شاء الله. قلت الآن بأخذ ألف بلس هذه ما فيها كلام. ولكن صدمت يوم طلعت عند أخوياي قلت يا أخي الاختيارات ما فيها ولا واحدة ألف. قالوا لا هي كلها ألف أصلاً يعني ما فيها كلها ألف. طيب الصح والخطأ هي يعني المفروض أغلبها صح ثنتين خطأ. قالوا لا كلها خطأ إلا ثنتين هذه صح. فيا إخوان نعم جي جي والله المستعان. درجات الدنيا درجات الدنيا الحمد لله. والدكتور أسطوري يدفنا تكفى يا دكتور الله يرحم أمك. بغيت أكتب لك قصيدة كذا من الله المستعان. أستغفر الله. يعني هذا أنا حالياً اليوم طلعت يا عيال انا حاط كلها صح و5 و14 خطا. قالوا لي 3 صح و3 خطا والباقي كله خطا. يعني عندي 3 صح بس بكره ايش نسوي؟ دكتورنا اللي تحل الصعيبات تنطي درجات وتتغاضى عن الهفو. والله اني ارسلت لواحد من المدرسين صح تقول شيء. والله اني ارسلت لواحد من المدرسين والله انه ما قصر مدرسين شنب. أنا في امتحان المادة اللي ما أعرفش فيها غير اسمها صوت كده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل يا رب الحزن إن شئت سهل. يا رب اجعل الحزن إن شئت سهلا يا الله يا الله صوت كده. يعني بقول لكم شيء والله والله ها أنا اختبرت 4 مواد اللي هي إنجليزي رياضيات فيزياء علم أرض. حلو الإنجليزي والرياضيات والفيزياء قريت هذا الدعاء قبل ما خلص اختبار ولله الحمد ولله الحمد طلعت الاختبار وكنا ناقصنا درجة ولا درجتين. اليوم لأني نسيت وما جبت لدرجة ولا درجتين يعني إن شاء الله الله يوفقنا بس إنه هذا الدعاء دعاء يعني أنا أنصحكم فيه عن تجربة. خلاص خلاص الآن نعيش وإحنا مبسوطين نرقد ونقوم ونسير ونجي ونخزن ونفتح لأن القضية هذه كانت حلبة هنا. اي والله انها كانت هانة بس يفرجها الله. واللي كاتب والله بتصير اذا تقعد تقوم ممكن تموت ما تدري بعد 12 سنة وتموت ما تدري. مسكو الختام مسكو الختام
يا عيال اليوم بساطة شيء 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 لما تطلع مع أخوياك وتودعهم صح إن لحظة زي الزفت أنا كنت أودع أخوياك صارلك معهم فترة كبيرة كبيرة يعني أنا أقل واحد من أخويا تعرفت عليه صار اللي معه سنة كاملة بس مرتاح أنت خلصت أكبر هم كان عندك 12 سنة دراسة هنا ما يخلصها إلا الشنب لا طبعاً يا أخوان إذا جاء قبل الاختبار وجاك الخوف والربك وحسيت أن ودك تبكي ابك لأن هذا الشيء الوحيد يعني اللي ودك فيه وراح تحقق طبعاً يا بعطيكم لغز إيش اللي تحقق بدون مجهود اكتبوا تحت التعليقات طبعاً يا أخوان الآن توني طالع من الاختبار الدكتور أعطانا أسئلة أول مرة أشوفها ويعني أعطانا أسئلة ما نفهمها فأعطيته أجوبة ما يفهم طبعاً يا أخوان امشي على هذا النمط لا طبعاً ذاكر أنا نصحك ذاكر هذا يعني شيء فوق قدرتنا نحن يعني حاجة ما ينفع لها تدخل إلهي سريع يا عيال والله المدرسين ما قصروا حقينا ثانوية الرياض I love you so much والله إنكم أطلق مدرسين أطلق وكلاء أطلق كل شيء okay. ما قصرتوا أبدا شناب 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 زلم لما ظل زلم أتحداك يا شيخ العالم هجوة لو فلة وانت قاعد تذاكر وتراجع يا أستاذ ليه ما تسهلون الأسئلة على الطلاب خلوا العالم تنجح انتهت اي واحد شوف المقطع يقول اني قاعد ارقص ما لك دخل انا خلصت 12 سنه هل انت مستوعب اني خلصت 12 سنه ها انا واحد ذاكرت وعملت اللي علي نجاح وسودي بقى بتاع ربنا انا احب اقول للحاجه في البيت قضاء وقدر واللي يحصل يحصل يا اخوان تخبرون المتلازمه نعم متلازمه زنقه الكلاب الان انا متربع وسط المتلازمه انا مثال حي يا اخوان على رجل حصلت له متلازمه ازمه الكلاب الاختبار بقى عليه ما اعرف احس متوتر لكن بقي له شويه ونروح نختبر ويا لطيف والله يا اخوان انها 5 صفحات اللي قريتها فقط صفره وزياده كذي كلمات أب زيد الله يوفقك يا رب ويوفقنا أجمعين لونك حلو كيف جيت أنا شقاح أبو شقاح إذا يخطب يا عيال أنا أمس فيزي علي أكتب القانون مخي سكر مخي كل مخي السمار ودخيلك يا سمار لونك حلو شعرك أنا مخي كذا حرفيا شوي غير حمود حبيبي حمود يا حبيبي ايش هذا ليش لا واي ما ادري ايش وقت الاختبار ينتهي وباقي سؤال عليه 15 درجه لازم احد العقل استغفر الله العظيم 2 في 7 19 وين 19 انت وجهك استغفر الله والله ما قصر الصيحنا زيرو 3 ساعات تدرس جامعة القصيم بس خلاص بديت افتح لكم صح يعني نعرف هذه مو زنقة الكلب لا هذه زنقة الكلب كلمكم الله يعني تجي تفتح يا اخي مالك نفس مخك مسكر يعني وخصوصا اذا كنت صف ثالث ثانوي تبي تخلص عطني اسم اي حيوان بحرف النون النون ايوه قطوة بحرف النون
قطوة. هذا ميسي صح؟ رمي أنا كده طالع شعر الكتب معي رميتها من الأخير. لأنا قصة نهاية المقطع تسلك واشتراك تزوجه تحت صندوق السماء. السلام عليكم. لكن في كم مدرس حب أوجه لك رسالة. أوكي؟ الله لا يسامحك ولا يحل لك أبدا. أنت تعرف إيش سويت وإيش كان ما شاء الله عليك مواقفك تجاه الأجانب. كم مدرس يعرف نفسه؟ اوكي okay.